أحسن الله إليكم. تقول يا شيخ أيضا، هل لها أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها؟ لا مانع من ذلك، وصلاة الفريضة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكيف بصلاة الكسوف؟ وصلاة الكسوف تجوز جماعة وفرادى، تجوز في المساجد وفي البيوت، ولكن إقامتها في المساجد للرجال أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.